عملية الهضم، يقوم الجهاز الهضمي بالعديد من الخطوات المتتالية، والتي تستغرق وقتًا طويلًا ما بين امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات. فما هي مدة هضم الطعام الطبيعية؟ عملية الهضم هي العملية التي يقوم فيها الجسم بتفتيت الطعام إلى جزيئات صغيرة يسهل امتصاصها في مجرى الدم واستخدامها في الوظائف الأساسية بالجسم مثل توليد الطاقة والنمو وغيرها من الأمور. فعلى سبيل المثال، تتكسر البروتينات إلى أحماض أمينية خلال عملية الهضم، وتتحول الدهون إلى أحماض أمينية، وتتحول الكربوهيدرات إلى سكريات بسيطة. وبعد امتصاص العناصر الغذائية المفيدة للجسم، تبقى الفضلات الناتجة عن الهضم، بما في ذلك أجزاء الطعام التي لا تزال كبيرة جيداً، والتي تخرج من الجسم عن طريق عملية التبرز. مدة هضم الطعام الطبيعية: يستغرق الجهاز الهضمي ما بين 24 إلى 72 ساعة في عملية الهضم، ويمكن أن تختلف مدة الهضم من شخص لآخر وفقاً لبعض العوامل، وتشمل كمية ونوع الطعام الذي يتم تناوله، حيث أن هناك بعض الأطعمة التي يسهل هضمها عن الأطعمة الأخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستغرق اللحوم والأسماك ما يصل إلى يومين حتى يتم هضمها بالكامل، كما أن البروتينات والدهون الغنية بجزيئات معقدة يمكن أن تستغرق وقت أطول. وفي المقابل، يمكن أن تتحرك الفواكه والخضروات الغنية بالألياف سريعاً، وتستغرق أقل من يوم، وذلك لأن الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على تعزيز عمل الجهاز الهضمي. وتعتبر الأطعمة السكرية من أسرع الأطعمة التي يتم هضمها في غضون ساعات، ولذلك يسهل الشعور بالجوع سريعاً بعد تناولها. 2- مدى وجود مشاكل تعيق عملية الهضم الصحيحة. في حالة وجود مشكلة تؤثر على الجهاز الهضمي، فيمكن أن تسرع أو تبطأ عملية الهضم. فيما يلي أبرز المشكلات الهضمية التي يمكن أن تؤثر على مدة الهضم: الارتجاع الحمضي. يمكن أن يؤدي الارتجاع الحمضي إلى الشعور بحرق في المعدة ويسبب الاضطرابات الهضمية. الإمساك. يسبب الإمساك أعراض مثل الانتفاخ والام البطن، حيث يكون البراز ثابتاً ويصعب تمريره، مما يعيق اكتمال عملية الهضم. داء الرج ديفيركليتس. يمكن أن يؤثر داء الرج على وظائف الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى الإصابة بألم البطن والبراز الرخوي أو حدوث التهاب في المعدة. متلازمة القولون العصبي. تسبب متلازمة القولون العصبي مشاكل الهضم، بالإضافة إلى الغازات والإسهال أو الإمساك. وبالإضافة إلى الأمراض السابقة، يمكن أن تؤثر بعض الأمراض الأخرى على مدة الهضم الطبيعية مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي. 3- الإجهاد النفسي. هناك ارتباط وثيق بين الحالة النفسية ووظائف الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن تتأثر بالتوتر أو الإجهاد الشديد. 4- الجنس ذكر أم أنثى. يعتبر متوسط عبور الطعام خلال الأمعاء الغليظة هو 40 ساعة، مع وجود فرق كبير بين الرجال والنساء، فيمكن أن يكون 33 ساعة لدى الرجال، و 47 ساعة للنساء. حين يقل ماء الجسم يستجيب الجسم بالشعور بالعطش، وتصل الأعراض إلى التعب والصداع والدوخة وانخفاض ضغط الدم. وقد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي وحالة التشنج في بعض الأحيان. ألم الرأس قد يكون إشارة من الدماغ من أجل تنبيهك بحاجته إلى الماء. إذا كنت تشعر بالتعب أو لا تستطيع التركيز جيداً، فقد يكون ذلك بسبب شربك القليل للمياه. 1- يفيد المشي القلب والرئتين، كما أن يساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية والناتج عن حرق الأكسجين، ويؤدي ذلك إلى تقوية عضلات الجسم والجهاز الدوري. 2-
يساعد على تهدئة أعصاب الإنسان المتوترة والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية. 3- يقوي عضلات البطن والساقين والحوض ويساعد في الحصول على القوام. هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون التفرقة بين الارتفاع والانخفاض في معدل نسبة السكري في الجسم، ما يؤدي إلى تناول بعض الأدوية الخاطئة التي تتسبب في الإصابة ببعض المضاعفات التي قد تصل إلى حد الوفاة في بعض الأحيان. يتم قياس ضغط الدم بوحدة تسمى مليمتر زئبق، ويتراوح الضغط الطبيعي الانقباضي للبالغين بمنتصف العمر من 90 إلى 140 مليمتر زئبق، والضغط الانبساطي من 60 إلى 90 مليمتر زئبق، أما الضغط المتوسط 120 مليمتر زئبق. عند انقباض عضلة القلب، يدفع الدم في الشريان الأبهر والذي يتمدد جانب ليسمح للدم المرور من خلاله، ويعرف ضغط الدم للاوعية الدموية التي يمر فيها في هذه الحالة بالضغط الانقباضي.